وزير التعليم يكرم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي ويشيد بفوز 1183 طالبا وطالبة من مصر. كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثامنة لمسابقة تحدي القراءة العربي الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية والمشرفين المتميزين المشاركين في المسابقة بحضور المستشار صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والدكتور عبد الكريم سلطان المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية. وأعرب الدكتور رضا حجازي خلال الاحتفالية عن سعادته بفوز نحو 1183 طالبا وطالبة على مستوى المديريات التعليمية في مسابقة هذا العام، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس ما لدى طلاب هذا الجيل من وعي عميق بأهمية القراءة وثمرتها ودورها في صقل شخصياتهم بألوان المعارف والعلوم المتنوعة، كما يؤكد إدراكهم لأهداف تلك المسابقة الإبداعية.